سلمى، يعني خطة التعليم المنزلي هي من الخطط المهمة خاصة بحياتنا الحالية، يعني مع الحرب اللي مرت علينا يمكن تنشئة الطفل هي الأساس اللي لازم يقوم عليه الأهل وأيضا المدرسة والمجتمع. بدنا نركز على أنه الطفل هو المادة الخام اللي نحن كيف منعطيه بيكبر وكيف محل ما منزرع فيه يثمر. كل هالتفاصيل رح نتعرف عليها مع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، دكتورة في علوم الإرشاد والتنمية البشرية. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتورة. بالبداية خلينا نحكي، اليوم كتير ظروف وكتير مسببات خلت الأهل يتبعوا التعليم المنزلي، منها ظروف كورونا اللي أجبرت حتى العالم كله يتبع على خطوات ضمن المنزل. نحكي عن دوافع التعليم المنزلي وقديش بتساعد بتنمية الطفل بشكل عام. تمام، أكيد قبل ما نحكي عن الدوافع ونبلش لازم نعرف أنه التعليم المنزلي بلش بالسبعينات تقريبا وصار معترف فيه بخمسين دولة تقريبا من دول العالم. والتعليم المنزلي يتضاعف سنويا بالبلاد الأوروبية أكثر من البلاد الشرقية. طبعا الدوافع اللي بتخلي الآباء والأمهات يلجأوا لأنه يكون في عند الأطفال مربي أو هن يقوموا بهي العملية هي كتير، بس أهمها فينا نقول إذا كان في حالة سفر متكرر فالأهالي بيلجأوا دوما لأنه يكون في حدا يشتغل مع الطفل أو يكون أحد الأطراف من الطرفين يتواجد معه. إذا في ظرف مرض مثل اللي صار معنا كلياتنا بظرف كورونا، إذا في عنا من الأسباب يلي هي كدافع جدا قوي لتخليهم يهتموا بموضوع التعليم المنزلي التنمر، أنه أنا ما بدي حدا يتنمر على أطفالي فخليني أشتغل عليهم. ترميم النقص عند الطفل والتوجه لأنه أنا ركز على مجال قوته ومجال إبداعه، هذا كمان شيء أساسي نهتم فيه نحن كدوافع كأهل لحتى نشوف هي الأطفال وين مكامن القوة وين مكامن الضعف، وين بدي يوصل هذا الطفل لمرحلة كبيرة. المدرسة رح تشتغل بس ما رح تشتغل تماما مثل الشغل اللي عم يكون بالمنزل، كشيء مجدي فيه اختصار للجهد وللوقت وللزمن وعم يكون فيه خطة تربوية منظمة. نعم، هي من بعض الأسباب طبعا. يعني دكتورة من ضمن الخطط هناك دائما أي شيء بينتج عنه سلبيات وإيجابيات، ما في شيء إيجابي بالمطلق وما في شيء سلبي طبعاً. بالمطلق. وبالنهاية التعليم المنزلي أحيانا يمكن الإفراط في التعليم المنزلي دون الخروج للخارج أو دون الاندماج والاختلاط مع المجتمع ممكن يشكل شيء عند الطفل طبعاً. وأيضا يمكن أنه نحن ما منعلمه شيء بالبيت بياخد كمان شيء من برا، فعملية التوازن نحكي عنه معك. تمام، يعني إذا فينا نحكي نقول شو الشيء اللي أنا بدي أحصل عليه كشيء إيجابي وفعال لهذا الطفل ورح أحصل على كتير أشياء، من بيناتها أول شيء السرعة بالتعلم. هذا الطفل رح يكون في وقت معين بينما يروح على دوام ثابت له بداية وله نهاية، بينما أنا طفلي رح ياخد قسط من الراحة، رح ينام إمتى ما بده، رح يفيق إمتى ما بده بنظامي أنا يلي عملته للطفل، فهو عم بيكون مرتاح لما ياخد هاي المادة التعليمية. مثلا مو جاي عباله ياخد علوم فأنا رح أعطيه رياضيات إذا حابب، هاي الطريقة رح تخليه هو يستثمر وقته بطريقة هو حابب إنه يعملها، فعمليا حيكون في عندي سرعة بالتعليم، حيكون في عندي خطة ووقت وجهد منظم، حيكون في عندي حرية بإني أنا وجه المعتقدات الدينية ايمت ما بدي وبالوقت اللي بدي اياه وحسب الطفل شو انتمائه. حيكون عندي كمان الثقة، تعزيز الثقة حيكون كتير قوي لانه هو عم ياخد شيء بحبه. حيكون في عنا الابداع عند الطفل، حيكون في عنا القيادة، الطفل رح يقود حاله، حيكون في عنا حس المسؤولية رح يكبر ورح يعلى اكتر، حيكون في عنا استقرار عاطفي كمان واتزان من خلال هذا التعليم. طيب ليش
لأنه الناس اللي قريبة منه كمربي أو كأبوين هن بيعرفوا تماماً شو هو، فهن بيعرفوا كيف يستثمروه، بينما المعلمة ممكن تتأخر بهذا الشيء أو ما تقدر تتفرغ لهذا الطفل بشكل كلي، حيكون في عندها كذا طالب، فهي العملية رح تكسب الطفل إبداع أكثر، تركيز أكثر، إنجاز أكثر ليوصل للشيء اللي بده إياه. بينما إذا بدنا نحكي نحن على الشق السلبي، الشق السلبي اللي ممكن نحن يطولنا من خلال عمليات التعليم المنزلي، فكمان في اشياء كتير. يا ترى معقولة انه اذا في عندي اطفال انا يتأثروا سلبا؟ كيف ممكن انه هدول الاطفال يصير في عنا، بما انه التعليم المنزلي فردي فما حيكون في عنا اندماج ولا تشاركية ولا وسط فعال هو يحكي مع اصدقائه، فبدي تصير الأهالي أو المربي يضطر يجيب بديل، يعني أنا بدي صير أقحمه بأصدقائي بمعارفي بجنانة بقصة تانية لحتى أقدر أنا عوض هذا الجزء كدعم اجتماعي لإله. كمان في عنا فكرة أنه هذا الطفل رح يحصل على سلبية، أنه أنا وقتي ما فيه روتين. الروتين بنعرف انه هو المان بالنسبه للطفل، فاذا كانوا الاهل غير منتبهين انه ينظموا وقته للطفل بشكل مزبوط رح يفقد هذا الروتين، فمعناته رح يفقد الامان، وهذا الشيء كمان كثير خطر عليه. رح يكون الطفل مرتاح لما نحن بنشوف النقاط السلبيه وبنقدر انه نحن نستثمرها لنقلبها لايجابيه بحياته. ما رح يتعرض للتنمر اكيد، هي شغله ايجابيه، بس إذا أنا كنت بعيدة عنه فرح ممكن يصير معه مشاكل، ممكن أنا أضطر كخبرة أبوين أو مربي ما يكون عندي الخبرة النفسية الكافية، فبصير أضطر أسأل. ممكن هدول الأبوين أحدهم بيكون أو كلاهما يكون هنا عم بيشتغلوا، فعملياً رح يتأثر الشيء المادي للعائلة، أولاً في خسارة مادية، ثانياً في تفرغ، فهذا الشيء مشكلة، فحيصير في لما بصير في توتر لما أحد الأبوين عم يعمل والثاني عم يتفرغ، فهذا التفرغ عم بيسبب توتر للأم أو الأب. نتيجة التوتر رح يصير في عنا مشكلة لهذا الطفل، فالعملية تبعيتنا تبعيت التعليم المنزلي ما رح تستمر، ورح يصير فيها عدم استقرار، وبالتالي في انتقادات من الوسط المحيط كله والطفل هو عم ينزعج. طيب هون خلينا نحكي، إذا قلنا بهي الحالة اتبعت سواء الأم أو الأب اتبعوا الدورات الصيفية اللي هي بتعتمد على خلط الطفل مع المجتمع والتعلم، وخصوصا هلا عم نشوف كتير في ميل لتعليم نشاطات مفيدة، مو بس انه يكون والله النادي او الشيء المكان هو مجرد ترفيهي، لا يكون اليوم في إفادة واضحة وصريحة من خلال تواجد الطفل بالمكان. طيب اليوم انا قديش بقدر اوصل لنتيجة ايجابية من هذا الشيء؟ من خلال الأنشطة. أكثر شيء ممكن يفيدنا هو موضوع الأنشطة بالتعليم المنزلي. ليش؟ وعلى فكرة هي من السلبيات، أنه ممكن ما يحصل على الأنشطة الطفل، فبالتالي لازم أنا أضيف الأشياء اللي إثرائية بالمنزل وخارج المنزل لعود، لأنه المدرسة فيها نشاطات أكثر بتكون. اللي شيء حلو كتير انه الاهالي تتعلم، بس قد ما كان مقدار التعلم ومقدار الاطلاع اكيد ما رح يكون مثل الاختصاصي، لانه انا بدي راعي الذكاءات، بدي راعي المشاكل اللي عنده، بدي يكون مراقب ومساعد وموجه، فهي الاشياء الثلاثه يعني كمهامي انا مثلا كأم مع مهامي الثانيه حتكون مرهقه، فحتسبب فوضى وتوتر للام، حتنتقل هي للاطفال حتى لو ما حكيتها. فشروطه انه انا يكون عندي رغبه قويه وانا مستمتعه انا عم بعطي هذا الطفل هي الماده التعليميه او هذا النشاط، واني دائما عوض ولو باشياء بسيطه. نحن بنفكر انه النشاط بده تكلفه ماديه جدا كبيره، احيانا من اشياء موجوده منزليه وتدوير قصص واشياء قديمه عندي من كراتين من قصص فيني ساوي له احلى نشاط. صح. فالقصة مو هي بكلفتها الماديه. صح. القصه باني حسس الطفل انه انا معك ومبسوطه، يعني نحن ككبار الأنشطة بالنسبة لنا ممتعة. صحيح. فكيف إذا أنا عم وصل له شعور أني أنا مبسوطة معك؟ أكيد حتفرق، بس ما بيكفي قد ما كان في دورات واطلاع. يعني نحن بحاجة لرأي الاستشاري، لأنه في أشياء ممكن تواجهنا ما نقدر نوصل لحل لها. أكيد حتى نحن كاستشاريين ممكن تعترضنا قصة جديدة بدنا نطلع فيها وبدنا نبحث. صحيح. بس أكيد بتساهم كتير، وخصوصي إذا طلعت فيها الذكاءات المتعددة.
دكتورة أيضا يمكن فينا نحط هدول المواضيع اللي حكيتيها تحت النظم الأثرائية اللي ممكن نحن نقدمها للطفل. تعرفي هلا بعد الكورونا شفنا الاهالي شوي بدها بس هيك تفرغ طاقات عند اطفالها بعد فتره طويله عانوا معهم بالمنزل. وبتعرفي في كثير اهالي ما رح نقول للاسف الله يعينهم عندهم ضغوطات وعندهم ظروف ما عندهم هالقدره على التحمل. صح. يعني ما بيوصلوا لمرحله انه ما عاد يتحملوا فيها فبيظلموا الطفل بنتيجة ضغوطاتهم النفسية. كلنا عم نعاني طبعاً يعني ما طبعاً. في حدا ما واقع وعايشينه حدا واقع طبعاً. هون نحن قديه مهم وقت يصير معنا هون نحن بحاجة للاستشاري تماما. فنقول له انه نحن عم مسجلينه كل هدول الاشياء وما عم نطلع بنتيجة ولسه مالن ولسه بده فهون شو النصيحة اللي ممكن نقدمها نحن للأهل؟ هلأ النصيحة اللي فيني قدمها انه يتبعوا نظام المونتيسوري حتى يلي ما خضع على دورات تعليمية فيها فيه يتابع أشياء على الانترنت موجودة وبكترة يعني صارت ولكذا اختصاصي يطلعوا ويشوفوا شو الأساليب يلي فينا نحن نوصل فيها لأطفالنا. وهذا النظام هو عمل يعني ثورة تربوية بعالم التربية فكتير حلو أنه نحن نشتغل عليه لأنه هو الأهم. هذا النظام صار له زمان كتير بس نحن وصلنا متأخر للأسف. وحتى في كتير روضات بتشتغل فيه لهلا بطريقة مغلوطة يعني إقلال الروضات أو إقلال الاختصاصين اللي بيعطوه بإخلاص وبأمانة طبعا موجودين إنما إقلال. فالفكرة اللي أنا بدي أوصل من خلالها كمثال عملي خلينا نحكي مثلا نحن عملنا بمؤسستنا شامل ياسمين النادي الصيفي. النادي الصيفي كان متضمن لمحتويات هي بالفحوى نظرية بس كانت لما خاضوها الأولاد فرغت لهم نفسيا ورجعتهم لعند أهاليهم هن مرتاحين. مثل شو استخدمنا رسومات المانديلا. رسومات المانديلا كتير فيها تفريغ نفسي لأنه فيها دقة وفيها تركيز فالطفل لما ينجزها عم يستمتع كتير. اشتغلنا بموضوع الزراعة. الزراعة له أثر كتير كبير على الطفل لا يشعر كيف النبتة عم تكبر وشو عملت وشو ساويت فبتحسسه بحس المسؤولية. اللي بهمنا هون نزرع قيم أكثر ما أنه نحن نعطي معلومة بس. اشتغلنا بموضوع الرسم والكولاج. اشتغلنا بموضوع مسرح الدمى اللي كان المسرح يعني دائما بكل الأنشطة بياخد الصدارة خصوصي إذا كان في اختصاصين قريبين من الأطفال فزرعنا من خلاله كتير أشياء حلوة والطلاب كتير كانوا مبسوطين. عملنا كمان أنشطة رياضية. عملنا أشياء كتير متعددة خلاصتها أنه نحن لما ومهارات تفكير لما نحن منختار شيء يضل مع هذا الطفل لبعدين منكون أكيد وصلنا لشيء جيد. كيف يعني أنا أعلمه كيف يشوف الحياة من زوايا إيجابية. أنت حتصادفك مشاكل بس كيف حتتصرف فيها حطه بموقف. هي من خلال الشيء اللي عملناه. الطفل مو بحاجة بس لأني جيب له وقل له اشتغل والعاب بحاجة لعلمه أسلوب حياة لأنه هذا الشيء ما تعلمناه نحن أكيد. ما تعلمناه خلال المدرسة أو خلال وسطنا تعلمناه من خلال الخبرة. فلما أنا بعطيه شيء مبكر بغير له طريقة تفكيره بصير عنده طريقة تفكير جديدة بخليه دائما يدور علي لياخد المعلومة الصح لأنه المعلومة الغلط كمان مشكلة لما هو بياخدها وبتنزرع معه بيوصل لاتزان عاطفي. هذا الاتزان بيعطيه حس المسؤولية القوي بيعطيه الثقة بيخليه يعرف يتصرف بالأزمات يكون ملجأ لإله ولرفقاته وليلي بيحتاجوه فهو هون بيكون فعال. أكيد يعني نصائح متعددة اليوم كانت مع حضرتك دكتورة ياسمين حكينا فيها عن كتير من الأمور ويمكن أهمها فوائد التعليم المنزلي. بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا كتير لكم يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتورة ياسمين وشكرا للمعلومات القيمة اللي دائما نحن نستفيد منها ومشاهدينا بيستفادوا منها. شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا فيك.